قلت تسال على اش اختي اش بلاصه هاي ولا بلاصه اللور اللي بغي عافاك تقدر تستاسيوني لي عندي بيرمي جديد اسمحي لي يا اختي ماشي مشكل واجي هاتي تتفرجي لا يا بسم الله الله سقيل والله إلا كنت عايش في المدينة بخير نصور ديك 250 درهم 300 درهم في النهار حامدين الشاكرين أتسأل ديك الكسيدة المنحوسة ودويت مع مول الطاكسي هو اللي منو لا فوت قال لي صوب لي كوبيله ديال الفران راه كيخوال من راه خصني بومبي صوب كوبيله توالو خلاتني حتى الفيراج باغي نغراطي الفيتاس مي عبد الله والحافة حفظك الله احفظ الله ما معايش كليان معايا اختي راه ضربت من هذه الضربه مسكينه اه الباربريز ضربه مني لا ضربه مسكينه حفظ الله بقيتيني كنشوف هنا ها حق من هذا وحق الورثه كاملين هذاك حقي وحقها وحق الجميع نحن راه عائله وحده خوت مرحبا بها واللي جايبني واللي ما كاينش مشكل انا ما عندي مشكل انا كان هكا راه غندي 10 بالربع الصباح اخي علي الله يهديك كتب ليها رد ليها حقها وخاطر هي ندير فيها البطاطا البطاطا راه خاصك ليها 2 مليون ازريعه وخاصك ليها خدامه الخدام راه 4000 ريال نهار وما تلقاش خاصك الماء الماء راه ما كاينش تاش كتحسب لك راه ما كاين والو 4000 تمنينا غتنوض عليا مقليه فريت غتنوض اعطيني حق مو يخليني من المعاونة الدولة خانشة ديال البطاطا نعطيها لك مالك انت مرحبا بك مالك انت اش خاصك الحاجة الو الحاجة اختي الو بشعيب لا بس الحمد لله اشنو بلسعيد ايوا قال لك بغى يدير بطاطا بغى يزرع البطاطا ايه وانت مالك اخويا اوي اللي يزرع البطاطا يزرع البطاطا يزرع خيزو يزرع الكعكعات كاع هو حر ارض مو هذيك يدير فيها اللي بغا دابا بارك عليا من الهضره الخاويه دوز لي الدري هاك هاك دوي معاه قالو امي والكبيده ديالي وانت كي دايره وليدي لاباس عليك الحمد لله واعيد شويه بغيت نرتاح بيا وليدي لما دير هذاك تقول لي الفيديو ولا شنو ولي تشوفني ونشوفك ما كايناش كونيكسيون هاد الدوار اللي هنايا داروا ليه كونيكسيون كاع ترون ولا مقابلين على الانترنيت طلاق طرا تمايا واخا وليدي سير الله يسر امرك يا ربي سير الله يرضي عليك ويفرشك برضا وليدي آه. سير امين ادعي معايا امين امين امي يلاه بسلام يا مرحبا مرحبا الله يودي نهار كبير هذا ما كنت ما برانيين واخا بسلام بسلام هاد الساعه حبيبه والكبيده فايقه فرحانه فرحيني معاك جيتي مبروك عليك نهار السبت جاي فيك الخطاب هالعره ماما ما تقوليش ليا هضرتي مع سعيد سعيد لهلي حيت نتسمع بحال هذاك انا كندوي لك بنيتي على راجل راجل ديال بصح خدام وفلوس ولا بس عليه ماما الله يهديك عاوتاني نفس الموضوع شحال هذه قلت لك انا ما باغاش نتزوج ياك بنيتي 30 عام راكي داخله فيها باغا تزوجي تدير 40 عام والله يهديك ماما واش الصباح هذا وكتجبدي عليا عاوتاني هذا الموضوع وبصحتك على الفطور في الطريق انت كاع انت ديما جبد لك هذا الموضوع وتنكديها عليا تنتي على الصباح بصحتك
عندك ماما الفطور بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. سيري تبعي لي داك سعيد داك اللي كيدير النهار كله هو يطوطح مشومر تاع الخلا. وصافي بركه ما تبقيش تقصي براسك. انا عمرني ما شفتو ما دار هاد الحاله. حق الله كان مزوج كاع عنده المشاكل مع شي مرا كون راه جالس هنايا ما غاديش يهرب للعروبيه. واش هو باغي وحده بنت امها وما باغاش تزوجها ليه؟ هاش يدير؟ انا راه كون بغى ليا بنت بوش عيب كراني من غدا مشيت خطبت ليه من غدا زوجت عليه كاع يومين ثلاثه تصبح حامله. اي انت كلشي عندك بالزربه كيدار تصبح حامله. راه فاش كيبغيو الناس يتزوجوا خصهم يكونوا خدامين باش غيهزوا هاد المراه خدام. اي ما كتحشميش وعطي الطاكسي ديال الراجل اللي كيخدم فيه. ايه امي الله يهديك عافاك ما بعدي على راجلي وعلى الطاكسي ديال راجلي. اخر مره كرا طاكسي قلبني انا وياه فيها صري بعدي من المشاكل. غزه فيك ويليام كان ماشي غير قلبك كان قلت لك على هادشي اللي دايره انت. اي نقول لك في وجهك مالك نتسنى تنقول لك في ظهرك. اويلي واش الخط اللي ما توقفش مع خوها في الحزه هادي خط ولا الخاوه صافي سالات معاكم كلشي دابا بنكره كلشي دابا كتجمعيه وتطويه. اويلي صافي فطري وداه يا ويلي فطري لا ما نفطرش لا غتفطري وغتعطيه الطاكسي وياجي دابا نفكروا في هادشي. لا ماشي تقول لي نفكروا غتعطيه الطاكسي. ايه وتنشوف مع راجلي. ولا تشوفي مع راجلك والو انت حاكم على الراجل وتقولي لي تنشوف معاه مسكت هذا الحشومة تقال. سمح لنا شريف سمح لنا استاذ تسد علي البك. خويا اسمح لك اشوف اسمح لك ينطب اخويا اخواتي الصاد وتسحاب لحنا فيه جيدنا الدجاج حطيتي الفوق ولا شنو دير ليه؟ اش كدير اش كدير شنو هادشي؟ اجا عمو كرين الضراو داكشي ما ماس اخويا ما قدرتش هاد الصهد ما قدرتش هاد الريحه ما قدرتش هاد التخنيقه حنا زدنا حتى البزق ديال راه واكل على الدرخ الشريف راه نقي 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 وصلنا الله يحفظك دغيا وصلنا. كيدير اخويا صافا هاني مدبور اخويا صافا مشينا شويه للبلاد شي رفيس هذيك ضرب معايا فيهم مازال ما عفاك الله نبيع وشرا انت مازال ما عفاك الله ما تبزنيش هو انت اللي كتقول تجبدني شنو شي طريح تاع كورطا جي اخويا مهلوك خليتها غدا وندوز القهوه نلعب معاها صافي غدا هادو يلا اسلم على الخودريه واقيلا غتسلم على عكاشه بنتي ليا انت شوفيش في هاد الشوفات عافاك راه انا موحشك انا عاود لك غتبكي انت شفت لك الباروك هاد الدجاج هادي واكل السيك عليه ما نخليهاش لك غنخلي لك هادي هادي ضاربه الدرا وضاربه داكشي بيو انت لي صفاري تيدير عليه شي رفيسه بالحلبه توكدك صافي عافاك انا عيط لك من بعد توحشتك يا وليدي تقينا من واحد الشريبه ديالك مالك جاي واكح هاكا صح 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 بسم الله انا نمشي ندير لك كويز داتاي عافاك وليدي
ما عندكش منين ندوز عليها. يا هاني وليدي انا عارفك مشيتي مقلق عليا والكره ما درت لك والو. وتتا راني عارفك مشيتي للدوار ما عندك ما دير فيه، مشيتي على قبل الفلوس. وراه خالك باغي يبيع الارض ويجي للمدينه يسكن فيها، قال لك واخا يشري عبراكه. تيقتيه. نهضر خاوي خالي بالعربيه تاعو باغي يقمطك في ديك الارض. وبغيتي قمطو سيدي ربي ان شاء الله. الارض بالعكس الارض تما ولي مخيره زوينه اللي درتيها فيها تصدق. الارض عندنا خاصها على الرجاله. يا وليد وارضنا تبارك الله تما يراه تيرس كحله على اللي زرعتيها فيها تنوض. ولكن بيني وبينك راه خاصها الرجاله نيت. والله ما كذبتي. انا ان شاء الله غدا فايقيني بكري. نمشي ندبر لها شي خدمه باش نخلص داك البروسي. نهرت البيرمي ديالي رجعت. ما قلتش لك ياك تملكتي في العروبيه جات باهيه عندي فطرت معايا وداكشي وندوي معاها على الكريمه ديال راجلها. واقيلا غيعطيوك الكريمه. اللهم تخدم في كريمه عائلتك ولا تخدم على البراني كل حواز. والصباح ويفتح نمشي نرتاح ان شاء الله. هاي هاجي فين خواد فروج؟ يتيم مسكين. يتيم وليدي راه عيط ليا وشعيب وقال لي سمحي لي يا اختي راني صيفط لك جوج فرارج، واحد مقدر وواحد شويه مهلوك في صحته. فينا هو المقدر؟ المقدر اي المقدر. قلتش لك ايش قلت؟ انا هبط بهم الطاكسي وهذاك المقدر مع صحيح طار ولا طير طير بقر ولا ابقى تابع امراه مالي طيروا لك الفريخ بغيتهم ياكلوا فيه الجديد ان شاء الله. اسكت تتا طوس طوس سير سيدي طوس هذا مكبوك بابا ايوا ايوا جاني اش تقلب مدقوق بابا شنو الدوس قلتي الدوس الدوس لا لا ندوبلوها معلم هاي هاك تبغي الزعامه هي عجبني هكا الحمد يلا قرص صوتك صوتك ديما كتعيط على الصوت هاي الصوت ديال الفلوس والله الا فالك والله الا فالك حيد حيد من البكا خلص وقعد شكي من بعد اشوف هذاك المثل الفرنساوي كي غيغا 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 بيان غيغا 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 الو باهي انا عارف القهوه واش جي ضروري يلاه نمشي هيا هيا كمل معنا صاحبي ها؟ لا قصروا بيناتكم انا جاي لا لا حل حل يدك اطلق اصاحبي اطلق حل 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 يدك ما عندي والو حل يدك اصاحبي تمنى خينا مالك هي قطع الو انا جاي كمل معنا نهار طويل كمل خويا راك شي قدامك عيطت لي الخوادريه غنشوفها ورجع عندكم باقي الليل طويل واش باغي عندك دكم دكم حتى للصباح عمر كونسوماسيون ديالك واش بكي هو الدراري بزاف شوف خلينا مع الخوادريه صافي هذا هو جهدك شتي ما رويحه ديال الطاجين ديال الوليد نعم جاد واخا عليك واخا شتي ولكن والله تعبر عليك وحق الله عبر عليا الطابله ديال الودنين تخبط هادشي كامل راه معلموه من عندك راه كيديروا مع حتى واحد اخر يلا بسم الله يلا جاد يلا هذا طويجين فكرني في طويجين الوليده بركه ملي كتبت لك حتى ما دقتيه قال لك الطاجين الزين كتشم ريحته مع العصر يلا سي سعيد يلا بسم الله ما درت لك قضيه الطاكسي شنو درتي فيها اما اللي كخدم معايا عيطوا ليه من العماله وراجع الخير من السما دبروا عليه تما ورجع لي الطاكسي نقول بان انت حنا شي كريمه ايوا سيدي سعيد الا تصنتي ودرتي عقلك شي شويه الطاكسي غادي تولي ديالك ما كرهتش ولكن راك عارف ما شنو ما موجودش ما موجودش اش عندك اش عندي اش ما عنديش راه حلاوه وعشرة مليون ما منين ما فيش سعيد نعم الحلاوه الله يسامحنا عائله ما بيناتناش ولا لا الله يرحم لك الوالدي الله يكثر خيرك حتى انا غنعجبك في الخدمه ولكن واحد القضيه
البيرمي ديالك مازال مشدود في المحكمه ولا لا؟ ما مشدودش لا، دابا ماشي مشدود، دابا ملي درت داك المخالفه البيرمي كيديوه للكوميساريه، ملي ما كتخلصش كيتهز البيرمي كيمشي للمحكمه. خلص لهم داك البروسي وردوا لي 12000 ريال. باش عرفتي انت غا 12000 ريال؟ موقع كيكتبوها هما، كيكتبوا لك في داك السلعه. بروسي نوع المخالفه بشحال الماتريكيل من اتل زيت، نتخلص لهم داك 12000 ريال اللي دايرين ليا وغادي ناخذ بيرمي دو كونفيونس. بسعيد دابا خصنا نتفاهموا على طريقه الخدمه. كما كيخدموا الناس كاملين. ناخذ الطوموبيله بالبلان. نكالي، ناخذ بليسات. ندور نترزق على الله نجمع مصاريف، ملي انت مراجع نترك ستاسيون نرد لكم بالبلان ياك صافي. عمر لي البلان جيبها والروسيطه، راه نجيب لكم الروسيطه ديروا فيها نتوما اللي بغيتو. صافي مزيان، انت دابا وجد لي البيرمي ميكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. غير هو واحد المساله مهمه، الطوموبيل كاتبه نقيه ولكن ملي كتعطيها الدق والحاله الميكانيكيه ديالها واش مزيانه؟ ما الطوموبيل مزيانه نقيه ما لا انا يقلبها اللي يمشي يكون مقطع عليها شي فران ولا شي حاجه وزدق قلبها عاوتاني يقلبها عاد يركفوه منها. الله يهديكم، راه حمان جاب لي الطوموبيل ناضيه حتى دار ليها الفيزيت عجبها ليا وما تيقش. شي دابا كتبان لك الطوموبيله هي هذيك ولكن فيها الدخل. انا راه عندي مال حديد، راه نقلبها ونقول لك شنو كاين. يا صافي دابا نشوفوها. تفضل تفضل. لا دابا نشوفوها دابا ويلا حطينا الماكله تغدينا على البارح. واش ديما خصك توقفها ليا؟ راه ما يمكنش هذا الشيء. يلاه سيدي ياك يلا نوض نوض كول ولدي كول يلا وسير دير لنا فيه شي حاجه. واش من الموديل هي؟ والله ما عرفت واش 2015 ولا 2016 ولا صاحبي ما تخافش 2016 كتبه نقيه تبارك الله. الموتور باقي زوينه اخويا سعيد، عافاك الا مات كيس. لا الموتور نحيله ندير واحد السيه. بلاتي بلاتي اخويا سعيد. اخويا سعيد حتى ندير ليها الوراق ونصاوب واحد الكونترا بسميتك باش الا وقع شي حادثه ولا شي حاجه ما تسقوش في المشاكل. ما انت كتزيد فيه وحق الله، راه السيد راه بعقلو. راه مازال خصني نشوف لها الزيت والماء. هي هذيك غنمشي لها ستاسيون قريب ندور بها دويره نشوف بلاكيطات في ريدوات نشوف المسائل ديال الزيت فيدونج لاشين ديستريبيسيون نقادها نحلق عليها ونجي. بلاتي بلاتي لا ما كيفاش لا؟ غادي يديها غادي يقضي لها غرض يقلبها يشوف مالها وديك الساعه غادي يرجعها شنو غادي يوقع عليها؟ صافي سير سير. صافي شنو غيوقع؟ عرفتي يا باهي انا راه خايف يدير شي مشكل ويزبلها ولا شي حاجه. اش غادي يزبلها كاع؟ راه خويا ملي كيكون غادي في لوطوروت كاع كيمشي ب 80 لوطوروت. ايه نسيتي باش قلبك بالطاكسي الاولاني؟ ايه هذيك الساعه كتعطي طاكسي كبير ماشي بحال دابا. ديك الساعه هادي غادي يحكمها. تسناوها هنا ياك؟ لا نسناوها في هاد القايله باش تبقى انت على خاطرك. صافي ندخلوا. فين الشيطان؟ الو وفاء، من الصباح وانا كنعيط لك وما كتجاوبينيش، مالك اش كاين؟ بغيت نشوفك. يلا تجي عندي وانت تجي عندي وحي الله تجي عندي ونعاود لك شنو كاين. هذا شي حاجه زوينه ما تخافيش، حاجه غتعجبك. صافي يلا نفس البلاصه. السلام عليك. وطلعي ما تخافيش ما نخدمش كونتور. مبروك. وين علي ما توحشك؟ انا بعدا توحشك. اودي دور وجهك وشوف غير الطريق بعدا اللي تمشي تقلبني عاوتاني في شي قنت. ما تخافيش باين فيك توحشتيني. فين بعدا مشيتي غبرتي طفيتي التليفون لا فيسبوك لا واتساب؟ شنو بلوكيتيني؟ والله ما بلوكيتك. طلع لي الدم من ديك السيده مشيت سديت على راسي والدوار عندنا تما راه ما فيه لا ريزو لا والو، عارفه القضيه ما كاينش كونيكسيون.
شنو دابا زعما بغيتي تقولي راك كنتي في العروبيه؟ والله حتى كنت في العروبيه بالله. داك الفراج بعدا اللي جد ليكم ما كاينش في المدينه هي جوج. وملي تلاقيت نهار جيت شميتيش فيه ريحه زبد. اخ داك امك بغات يهديها الله زعما رانا ناوي الحلال بغينا نديرو لك حل في البيض. قول لي كيفاش بغيتي يهديها الله وانت يا داير هاد الحاله؟ راه هي بحال اي ام، اي ام كتخاف على بنتها وباغا لها راجل اللي يكون مستقر في خدمته ويامن لها مستقبلها. او انت بداك الدبلوم ديالك وما درتي والو. مادام بنتك ماشي راجل، ها الطاكسي ها هو. طاكسي خدام حلال بعرق كتافي وشنو بغيتي نطير؟ تاش من طاكسي الله يهديك سعيد، واش ما خليتي حتى شي حرفه مرصيتي فيها؟ ما خليتي كارديان، ما خليتي اساس، ما خليتي ما عرفت شنو هو؟ رصيه في شي خدمه واه. كرهت راك شتيني راه لا ليسونس ها الالكتروميكانيك ديبلوم قد سقت شحال ما كنضرب عليه تماره في الاخر كتمشي عند شي شركه كتدفع عليهم السي سي في ديالك او سير تجي بقيتي تما يدور عليك العام ولا عامين حد النهار مشيت عند مول الزريعه نشري على الكاوكاو نلقى السي في ديالي وسط منهم كوخطينو فيه. ايوا حتى انت خويرك ما مرصيش. المهم هي كان ديال وقفني راه خصني نرجع ماما قبل ما تبدا تغوت عليا الله يعطيك الستر. والله لا وقفتي وحل بركه والو ما مسدود ما نحلش لك خليك معايا باش نقول شي حاجه بعدا نقصي وحل الله. اش معاود ثاني بغيتي الدنيا عند مول الطون؟ الطون حكرتي الطون الطون ديال بلادنا حنا راه كيتقاتلوا عليه في الجابون والله الا كيتزيدوا عليه بالملايين في الجابون ماشي داك البرلمان تاع اخي كيدوي عليه. يلا سير الصراحه انا توحشت انك معاك شي ساندويتش عاد نمشي. توحشتي الطون؟ اه. وتوحشتيش القرش؟ لا. اجي قولي كي بقيت شويه من لاكسيدا. شويه. حتى من القوالب فكرت يا. مالك على حالتك مالك؟ شاف المراه راه خصك تعرف راه ماشي شوف انت راه ما مالك والو مزيان مشيتي تبيع وتشري ورجعتي بلا مشاكل وهذا الشيء الطريقه اللي بغيت تخدم بها انا. خصك تكون وسط الشعب ومع الشعب باش ما تبانش ولا العين راه خايبه ما تشوفش فينا انت. الشاف راني تكرفست طاكسيات طوبيسات الكيران درت عليهم غادي جاي شي كات كات هي اللي غتحل لنا المشكل. اسمع اش غنقول لك التعليمات تعطات صافي باش غتبقى تشكى عليا هنا ولا شنو؟ علاش؟ واه بزاف هادشي وفين غنمشيو دابا الشعب؟ شوف شي بلايصه هنايا حطو فيها شوف شنو نديرو دابا نتسنى بلا شويه الله هدوزك هذا هدوزك في خاطرك حبيبي واش تبغيتي زعما لا زعما طق طق خليها شاحنة صافي عافاك عرفتك ما سخيتيش بيا ولكن خصني ندخل الدار الليلة هذا نزيدوها واحد شبي بين يدي الببوش عند مو يطعمو واحد البلول بالمساخ انا ما تشبعيش ما تشبعيش داكشي صافي ماما كتسناني خليتها مرة أخرى نمشي معاك عند مو يطعمو صافي واخا نهزو شي بلايصة في الطريق باش غدا ناكلو بانيني واش تصطيتي ولا خرج لك العقل؟ واش بغيتي تهز لك ليا وانت ما عندكش بيرمي؟ واك ورصه ما دات ما جابت بحال اللي مركبينه معانا وصافي. الو فينك؟ الطاكسي اللي غادي ناخذ شدو معايا. واه صافي كمل. هاو لا لا عافاك عافاك ما تهزوش الله يعطيك الستر. ماشي هذا الطاكسي. دابا حنا خصنا نتبعو اللي عندو بيريزا. يعني غنتبعو الطاكسي. فين اسيدي؟ لا كورنيش طلع اسيدي. كورنيش اخويا كورنيش انت الثاني هذا وقيلا تبقى بلاصتك يلا صافي تنشكتينا عجبو ليا حتى نجيو نخطبو زعما من عند الوالده ديالك. شوف دابا درتي داكشي اللي فراسك راه زيدو سكت. واخا
كيفاش؟ كلمة 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 البوليس؟ متأكد البوليس؟ وي مدام خوانيت شوف غادي نتاخد النمرة ديال الطاكسي وغتخلي الفاليزات حنا غنتكلفو بيهم فهمتي؟ يلا كاين شي مشكل هنا لا دخمي ترانكيلا يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة مالك سخنات يكون هذا هي البومبا يا الرادياتور خواتي من الماء عرهم شويه اللي منز شويه المويه شريف واش غادي توقف اخويا انت شوف لي كوي راه قربت للمية اخويا نستنى ودير داكشي اللي بغيتي فين غنوصلك اخويا راه تعواج ديال الكلاس راه تجي في الشيفور مسكين الشيفور اللي كتجي فيه صاحبي حطني بركه من التفليه ديال خوش تاع الطاكسي ما نقلب لا لا مازوت لا ما عرفت شنو حطني اخويا صافي دابا يا نزيدو على الماء وغنزيدو واه نصوتو الطوموبيل واش على خاطرك هذيك الطوموبيل حتى هي وقفت دخلت ليش خليها هنا يلا الشريف يلا الشريف احنا معطين الله يحفظك صافي صعب شويه ما راه قوم بينا ناشفه الشريف الشريف الله يجزيك خير اتفرج على الموتور على قبل صافي هاي عندك يدك يلا خويا اش بان لك الشاف اصبر شويه بقى واقف لي تشوف شنو غادي يدير الله يلقى لك هما هربوا الشاف تبع 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 بنادم كبير وبعقله طارة وطوناج طامع الشيفور ديال الطاكسي في روسيطة ديال 20 درهم كنضل نشوف هاد القماقة مال وديني لدار الببوش هو وديني لدار ما بغيت لي ببوش هو وديني لدار ما صاحبي واه وفقصيني ما بقيتش كاع قد نهضر تابعك انا مجرجرة معاك في الزناقي والليل شوف الدنيا عامرة بوليس شنو بغيت تخرج عليا حط الموتور شنو غنشرط لك نزل سبار 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 ورا به مزيان تابعينو ها شوف غادي تبعو 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 حتى يوقف الطاكسي ومن بعد غادي تجي عندي كلارو هادشي ما بانش ليا فيه مدام غتوريني الطاكسي ولا هاديك صافي شنو بغيتي دابا علاش اليوم تزبط الطوموبيل تزكلهم ليا بحال هكا اش ندير لهم الشاف راه الظلام كيفاش الظلام؟ اش خصتي عليا؟ غتسطب هاد لافير، تخربت لهم وتزقلهم ليا. يلا حل عليا خليني نهبط واخر مرة تجي لعندي تتقاد داك الوراق ديالك وفيرميك يلا حل. ما حلش. حل عليا بركة من بسان. ما نحلش. حل. واو واو واو. مالك؟ أي. اي بغيتيش تزقم عندك البساله ديال ما راهي الشعور والله ترى راهي الشعور ديال يلا واحد راهيش لي الشعور شو مالك لا صح ما بغيتكش تمشي مقلقه ماما كتشوفك بحال هكايا تحكي معايا شي ضحكه ماشي السفره حل سمعتي داك اللي قال لي درنا ست فيه الطون وقوي لي الكيتشاوم ولا مانيوس
خلي بغيت يلا واحد واحد كيتشوم لا مانيونس وكيتشوم راه ما سخيتش بك صباح الخير سلم على داك النسيبه اللي ما كتحملنيش تعطلتي بنيتي شحال هادي في الساعه تسنيت فيك سعيد جاني الجوع بديت بالصحه يعطيك الصحه ياك ما كنتي مع داك سعيد ديالك علاش كتسولي يا ماما مالك يا بنيتي علاش كتسولي يا ماما انت كاع هادوك الرجال عسيدي ومولاي اللي جاو خطبوا كرفتيهم غتبقي تابعه ليا داك خيمه نوضي شوفي شكون اللي كيدق علينا في هاد الساعه عاوتاني يلا بلاتي السلام عليكم السلام عليكم قرنفل طويجين هذه شوف انا بغيتك تكوني كطيبي بحال نسيبتي مرحبا بك اجي بسم الله الله بسم الله شوف وليدي وحق هذه النعمه اللي خديتيها الدريه والله زعما راه جيت من الباب ماشي من الشرجه وناوي الحلال والمعقول ماما كول بسم الله نشرك وعي الطعام بعدا وحلا هي هي حنا الطعام راه حنا مشاركين حط حط صوص صوص حط هذا داك الخبز وليدي ها حنا الطعام راه حنا مشاركين حنا قلنا شي كلمه العين ولكن وليدي خبز الدار ديالنا حنا ما كياكلوش البراني وسيدنا كيبقى في دقيقنا هاك بسم الله قلت لك براني لا انا براني اخالتي راه انا اول دربكم كبر معاك وتربيت بين يديك والعار جار على جارو زعما ماشي شتي ها هو هز عليا الموس وما تنساش وليدي راه البصمات ديالك كاينين في الموس والله تندير صبعي في ودني نجمع لك الجيران ونطيح عليك شي باطل علاش قلتي مطور جلسي تي بزيت جلسي تابعيه ويلي ماما جريتي على الراجل ما خليتيهش حتى يدوق النعمه واش حنا بغيتي يقول علينا ولاد الجوع وشدي تاكلي بقيتي تشوفي فيا بالصحه والراحه تعشيت انا وسعيد بالطون الحرور اي 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 وفين فاتين وفين سعيد انت فين الخبره عدني ها انت راه ما خدم لك لا كونتور لا والو ندير معاك كورسا كيما موالفين انت ديالنا سعيد ويلي الله يهديك ايوا انا قلت لك غير هو حاجه نقول لك من دابا اش عنديك اييه الرتور في يد الله دبر على راسك الا هذا سعيد ما تقولهاش ما تحنسرنيش الله يرضي عليك لا ما تحاول شوف الطاكسي خصني نحطها عند مولاها وخصها مازال ندور بها راه باقي ما مريقلش لها المسائل اولا سعيد انت اصلا غابر اليوم عارض عليك انا العشاء ديري لي ان بورتين دي معايا لا تقول والو العشاء اليوم على حسابي والله ما تمشي منا هادي يدك هادي يدك راني راجل المرا وين على سعيد اجي قول لي من نيتك كاين على العشاء ما كايناش مناضة كاين شي عشاء بلا مناضة الو شوف انا راه دابا كيف الطوموبيل انت ما غاديش تنعس الليله حتى تلقى السلعه ولا الفلوس اسمع اش غادي نقول لك رد البال اللي شدوك المهم ما تكونش معك حجه اسمع اش غادي نقول لك شوف الطاكسي ولقاه عاد باش دوي معايا اسمع هذاك مول الطاكسي راه معاهم
كنقول لك ذكرى معاهم. يلا سير. فين تعطلتي؟ فين تعطلتي؟ كندوي معاك في التليفون معصب عليا. ها؟ فين تعطلتي؟ كنت حياتي كلها مدوزه معاك، كنت غا هنايا، علاش كتفلى عليا؟ علاش كيعجبك تشوهني مع هذا الراجل وتحشمني معاه؟ كيفاش تحشم؟ شنو قلت؟ قلتي لي غنمشي نضرب دويره، ضرب دويره وترجع. سكت. شوف الزمر ديال الفيدوج وترجع. سكت دير لي هذاك الباراج وجيبها لهنا. قلتي لي سكت. سكت ملي تغلط سكت. انا سكت. يلا طلع تنعس. فد الزمر وطلعت نعس قدامي. يلا سبقيني نجا. لا ما غاديش نسبقك، انت اللي غادي تطلع قدامي. شوف الله يرحم باك سعيد، راه اللي ما عندك ما يدار في حياتك كانوا دار راجل خدامين وولدي كيقرا. يلا طلع قدامي. كنحترم راجلك بلا صداع بلا ما يجيب لنا الشغل. انا جاي انا جينا كتحترمو، هذا هو الاحترام. واش ليا راسي طلع قدامي. كنحترم راجلك خلي الله يرضي عليك. كتحترمو حياتي كلها نبقى انا معاك بحال هكا. واش متأكد؟ متأكد غتبعتو حتى لهنا نومس. عندك دير ليا بحال داك النهار. حميد. نعم لالا. مدام. نعم مدام. دير خدمتك. كلارو؟ عطاتني دقيقة يكونوا عندك لي فاليز. غير الطاكسي كامل. سير. واخا لالا. مدام. حبيبي اش كدير؟ باقي فايق داك السلع فين؟ ها؟ باقي فايق؟ قلت لك ما تصحش. صافي. بقيت حداك الطابليت شتي كدير؟ كنلعب فري فاير. غتبقى تلعب فري فاير حتى غتولي فري ويحه. يلا دودو ولي. تصبح على خير. تصبح على خير. مع من انت؟
ما يمكنش يا رشيد، ما يمكنش. هاد الاخطاء هادو ما كيداروش بوليس، ما يمكنش يا صاحبي. واش عامين وانا نفرقع راسي باش نوصل شي نتيجه؟ نوصل تلقى نشدهم وتزهقهم ليا. اسمح لي يا الشاف جديد، درت راك كلشي على عينيك. اش من جهدك يا رشيد؟ اش من جهدك؟ اش من جهدك يا صاحبي؟ اش من جهدك؟ ديال الطاكسي. داكور شيف. لا بيست ديال مول الطاكسي. ديال الطاكسي. ديال الطاكسي. داكور شيف. سير. اي شو دير؟ والو والو والو. كيفاش وقع؟ راه معدني لهنا انا. شنو زيت؟ وما زيت والو. اش والو؟ ما زيت والو. صافي نقلب على الطابليت ديالي. واش تخرشيش؟ كنت نقلب على الطابليت ديالي. بغيتي الطابليت؟ اه بغيتها. بغيتيها؟ اه. عطيه مارك. لا ما نعطيلك. احسن لك. القى القى حبيبي. وجري طوالك دابا. جري طوالك. سي سمير. سي سمير. اش كاين؟ واش يا سي سمير؟ اجي طاكسي. مالو؟ ما كاينش بلاصتو. اش كدو منيتك؟ الله يهديك اسي سمير، انا عمري كذبت عليك. واش انا ديال الزفوط؟ يلا يلا تشوف بعينيك. قلبت عليه ما لقيتوش. اجي شوف. انا سي سمير هات. ما كاينش. فين هو؟ وانت فين كنتي؟ انا كنت في حدا. كنتي ناعس؟ لا كنتي ناعس؟ لا ما كنتش ناعس. ما كنت ناعس. شنو واقع؟ طاكسي خوك دا الطاكسي وما رجعوش. بسم الله عليك، اش من خويا بدا طاكسي وما رجعوش؟ خويا راه ناعس الفوق، اش كتخربق؟ مالكم؟ ها اللي قلت لك. فين درتي الطاكسي؟ الطاكسي كان فين كان؟ فين كان؟ ستاسيون نتو قدامك الطاكسي. كيفاش فين هو دابا؟ اه لا ترازيل. شنو هو الشباب؟ ما عرفتش شكون اللي داه. هذا السيروت ديالو عطاه شي واحد دوبل. انت دير سيروت. اش كتفلى علينا دابا؟ اش كتفلى علينا؟ شنو بلاتي؟ شنو ديك؟ شنو؟ انا جاي. فين غادي؟ اجي سعيد. عيط للبوليس. انا غنمشي نسقي جدر دا خليت البزبوز محلول. تبارك الله عليك، الطاكسي لا بزبوز. صافي اي مسجد غنخبركم به. جوستومون دخل انا نعاود نعيط لكم بعد. شكرا. الشاف اتصل بينا واحد السيد سرقوا له الطاكسي. وفين تساق الطاكسي؟ قدام الفيلا ديالو. فين كاين هاد الفيلا هادي؟ حدا لا كورنيش. ويلي دخلت لك دابا انت هادي لدماغك. مول الطاكسي عنده فيلا حدا لا كورنيش. ايه وقيلا عنده دي زافير وحدين اخرين. ايوا صافي راك عارف لا بروسيديور سي تكلف. ولكن الشاف بغيت نخبرك بان الطاكسي اللي تسرق هو اللي كنا تابعين. نفس المواصفات، نفس الماتريكول، نفس الرقم المأذونية. دابا سا دوفيان انتيريسون. وي. هي دابا يعني دابا مول الطاكسي عنده علاقه مع العصابه. داكشي اللي تنطينا الشاف. انت خدام على هاد لابيست؟ انا متبع هاد لابيست الشاف. كمل في نفس لابيست. داكور شاف. اي مستجد عاود قولوا لي. داكور شاف. عم احمد. نعم أولي. خاصني واحد الكتاب ديال الرياضيات. ايوا انا مالي بغيت نمشي نجيبوك انا. اه راك عارفه ولدي باباك ما كيبغينيش خوي الفيلا، ودابا هو طالع لي الدم شاري الطاكسي وزيدو ثانه بزاف. خصني ضروري اليوم عافاك الله. ضروري؟ اه ضروري. واخا نجيبو لك. وين اش من كتاب؟ رياضيات المستوى الخامس. رياضيات المستوى الخامس. اه واخا انا غنمشي. والفلوس فين هي؟ تاخذها من عند بابا. نجيبها من عندي سناخذ مع بابا. آه. واخا وليدي ما يكون على خاطرك، المهم قرا ليا مزيان. يلا هاك كمل السقي ديال الرياضيات ديال المستوى الخامس. آه. يلا الله يرضي عليك.
غتبقى معصب النهار كامل. كنهضر معاك زعما ما تضحك معايا حتى مره. وعافاك على وجهي زعما كنهضر معاك. تزتي فيه ولا تزتي فيه؟ انا قلتها كنفشش فيك. دابا قولي ليا فين دار داك الطاكسي؟ فين دارو؟ كيفاش فين دار الطاكسي؟ واش انا ما هضرتش معاك وقلت لك خويا استاسيون قدامي الطاكسي قدام باب الدار؟ واش كنتفلى عليك؟ باش من اللغه كنهضر معاك؟ ما يكونش خطاه بالليل يا ربي. راه قلت لك خويا قدامي استاسيون الطاكسي قدام باب الدار. مصيبه هادي. دابا جالسه كدافع عليه. هو اخر مره قلبك في الطاكسي. شنو دابا قلبني انا خويا في الطاكسي نضرب معاه؟ ما بقاش دابا نهضر معاه. راك سيده هذيك تقدر توقع. مصيبه هادي وانا مصيبه. هادشي كيوقع لحياتي راه بحال هكا. في كنتي؟ كنت كنقضي واحد الغرض. اشنو هو هاد الغرض؟ ماشي شي حاجه مهمه. بشويه راه سخون. وهادشي اللي وقع مون كوميسير ما انت متاكد ان هادشي اللي قلتي ليا هو اللي وقع؟ هادشي اللي وقع ما عندنا ما نخبيوه. هادشي اللي كاين دابا الطاكسي ديالكم بغيت واقف قدام الدار وفقتو الصباح ما لقيتوهش. هادشي اللي وقع زعما حنا ما عندناش اش نخبيو عليكم شي حاجه. وما تكون زعما بجوجكم خديتو الطاكسي الباح بالليل وجبتو بيه شي دويره؟ ويلي ميمكنش. مون كوميسير حنا عندنا الطوموبيله ديالنا اللي كنخرجوا بها. داكشي اللي كاين ميمكننا زعما نحتاجو الطاكسي باش ندورو بيه ولا شي حاجه. كاينه الطوموبيل. حيت عندكم الطوموبيل ديالكم. هو الطاكسي ديالكم الباح بالليل كان كيدور في نصاصات الليل. دابا بغينا نعرفو شكون اللي كان سايق الطاكسي، انتي ولا انت؟ يعني دابا نتوما كتكذبوا عليا. حاشا، شكون اللي غادي يكون كاع سايق هاد الطاكسي؟ شكون اللي غيكون سايقها؟ سعيد. ويلي شكون هو سعيد؟ خو المدام اللي هو نسيبي، وفي الحقيقه عطينا هاد الطاكسي باش يجربها ويشوف ليها الماء والزيت ويرجعها. ياك الماء والزيت غدوا تفضلوا لك كان شي حاجه غنعيطوا لك. شي حاجة كيفالبا فهاد لافير. دابا هاد سمير كيخبي بزاف د الحوايج على نسيبو اللي هو سعيد. تنطن بان هاد سعيد داير اليد مع العصابة. شنو المعمول دابا؟ دابا غنقلبو كاع لي بيست وغتركز ليا على هاد البيست ديال سعيد. داكور مون شيف. بيست ديال سعيد بالضبط. اوكي شيف. بقاش كتخلعي؟ سعيد طلع بغيت نهضر معاك. وفاء مالك؟ طلع. واش دوا معاك شي واحد؟ شكون قلقك؟ صافي انا جلست مع راسي وفكرت مزيان ولقيت احسن حاجه لينا بجوج هي نتفارقوا. شنو هذا وقت الضحك اللي فيا كافيني وفاء؟ راني شبعان مشاكل. حيت انت شبعان مشاكل وحيت انا عييت من الجرجير والجلويق صافي بغيت نوقف هنا. صافي سعيد من الاحسن لينا تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. كنت منيتك كنبغيك واش سخيتي بيها؟ ها تسلي سعيد سخيتي بيها وفاء. سعيد الله يخليك نزل. Thank you.
تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اش كدير؟ واه فيسبوك مدام. فيسبوك مزيان هادشي اللي بقى لينا. بالحق مزيان اللي عندك فيسبوك. انت مبلي بهادشي. غادي تقلب لي على سعيد. خصني غير كنيا مدام ونلقاه. ما شغليش، غتلقى لي سعيد. غتلقى لي عائلته، صحابه، غتجيبوا لي. مليار ونص مشات لي. مليار ونص. واخا مدام. قرص 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 سير عطيك كارطة اليوم اجمع ميزي قرص صوتة صوتة شوف شوف عشان دي القاف الجاي غادي تنوض اليوم ندوي الطبلة وانت فرزو بلد عرب قولو جزاك الله اقرص اللي عليا هادشي ما فياش وتقرص بركه من القوالب شوف والله تي شو المشاكل اللي عندي كافيه ما شنو خاصك حتى قلنا غادي نترقعوا شويه راجل خوادري خلى لي الطاكسي ديالو ستاسيونيت وحده الفيلا بحالك غد لي ما لقينا والو سعيد راه ماشي بسطام دابا طاكسي كيفاش مشى لك طاكسي ستاسيونيناه اها سيرو تعدنا غد لي ما لقيناش لقيناش والو واش طاكسي كبير صغير شنو طاكسي صغير هو ماشي هو ماشي غوش بومبي ماشي احمر شنو بيستوش شنو هو كاوكاو انت هو دايرو كرونا سابغو كرونا بحال التريكو عندك شاد اللون هذا بحال هذا اللون تقريبا ميطاليزي بلعاني سابغو بداك اللون مش ملي بغى يقد في الطوموبيله ما طاحش ليه الثمن واخا بلاتي عطيني ماتريك ما حافظوش النمرة تاع الكريمة النمرة تاع الكريمة شوف الوراق كلهم باقي الكارت غريز باقي الكريمة باقي كل شيء عند راجل الخوادري اللي بغيتي نعطيها لك عاوقف معايا راجل تخممش اسمع واحد القهوة لسعيد سير سيدي قايل شنو القهوة كاسكو متلج عافاك وي مدام خوانيطة اش بغيت نقول لك راه لقيت تسوق على فانا في الله مول الطاكسي مول الطاكسي لقيت واش نعرفو مزيان اول دربنا صافي المهم غير ما تنساش باش تصيفط الدراري اوكي غراسياس بشوية مالكم هنادي ترسو اش كاين سيدي ويلي فين دخل ندرمينا شنو كاين السيبه في البلاد ولا شنو البوليس الحاجه البوليس كاين سعيد لا ما كاينش شكل لاباس عندنا امر محكمه باش نشدوه ونقلبوا الدار هو جي جلسي بحالك انا وخلينا نديرو خدمتنا ما تحركيش راه ما كاين والو تما سيدي بشويه 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 غترسيت ولي ولي انا راه بان لي راكم غالطين والله حتى غالطين ولدي راه عندريويش ماشي ديال البوليس اسيدي بشويه وبشويه عباد الله ويلي تما ما كاين والو حاجه قول لولدك سعيد يجيب داك الشيء لاخوان شو رجعوا للمواليه اخر فرصه عنده بلا ما نشدوه ولا ما نكرفسو عرفتي البوليس لا شدو يلا قولي لي السلام عليكم السلام عليكم سهل جديد سهلكم سهل بس مرحبا بكم بالله تفضل حمام ستين بسم الله الله يو كيف ما قلت لك السي الحاج حنا راه كنديرو تسهيلات والله العظيم الا كنخدمو على الاجر تاع الله كاين شي حاجه قليله وصافي ولكن هاد المره انا غادي نخسر من جيبي والهدف ديالي هو الاجر تاع الله سبحانه لان الفلوس غير وسخ الدنيا وهم الدنيا يبقى فيها ايوا الله يجزيكم بخير اجركم عند الله و انتم راه معروف عليكم الكرام شكرا شكرا اسمح لي واحد دقيقه الو وي والو والو كاع وشفتو مزيان ما كاين باس من بعد واحد جوج دقائق غادي نتصل بك اسمح لي راه عندي شي ناس
راني مشغول. الله يهنيك. ولاد اليوم بس الحاج ما كيعرفوش يخدموا. وكيف كيما قلت لك موعدنا ان شاء الله الجاي جيب معك الشيك باش تخلص ان شاء الله. مرحبا. تفضل عمس. مرحبا زويدين. مرحبا مطلوب. مرحبا. الو منصور، شوف غادي تجيب لي هذاك خاين حي يا سيدي جبدو من تحت الارض. فين غتديه؟ دير البلاصه المعلومه. المهم جبدو لي حي. عمدرا مدام، ربي رطيت الكونت ديال سعيد وصيفط ميساج لوفاء خطيبته وجاوباتني وفي العشيه داير معها باش نتلاقى معها. مزيان، غادي تجيبها ليا هنا، فهمتي؟ هنا. صافي كوني هاني يا مدام. بس هاي ما بديش تورينا الباريزة فين كاين ياك؟ والله خويا ما عندي. وانت دوي فين هما الباريزة؟ رانا غنقحك اليوم. دوي فين درتي الباريزة صاحبي؟ ما بغيتيش تكر ولا كر فين درتي الباريزة؟ رانا قلت لك اليوم. شرب قهوه ولا مويه جوج جباليزات باقي فيهم كلشي. ما عرفتش اخويا، شوف امانه كتجي كنلقاو في الطاكسي كنديرو بيرو الطاكسيات ولا مولاها كيجي كنعطيو انا شي نردو ليها 400 درهم اللي لقات الكونتور نشمينو باش يبوها زيد فيها. قولي فيها، قولي الباليزه راه باقي فيها الدواء ديالي. راه كتعصب انا، راه كتعصب. دبر راسك، بغيت الدواء ديالي انا، راني مريض. دبر راسك الحين عندك ياك تعطيهم ليا، تعطيهم ليا. اسمح لي ولدي، اسمح لي، حيت انا مريض كنتعصب. راه المرض اللي دار لي هكا واش غادي ندير؟ راه ما كرهتش ياك. دابا غادي نصيفطوك في حالك، غادي تمشي وغدا تجيب لنا البالس. ولا ما جيتيهمش غادي نديروك بحال اليوم، غادي نقتلوك هنا وغادي ندفنوك. سمعتي؟ كتسمع؟ واخا خويا. رد البال، عندك تقولها للبوليس. لا ها، ولا راه امك غادي تموت. سمعتي؟ وماتت. تفين على ده، ارجع يا ولينا. زيدي رابع، خد البشكليطه ديالك وشوف ليا شنو كيدير عبد الكريم. صافي يا بنت، غرضا بسعيد ماشي بيك، تهلاو ليا فيها. اختي اش بغيتو اخويا؟ قالت لك ما تخافش. شكون؟ الله، اش كاين؟ الله كتغير مودك. شكون؟ واش معايا واحد السبعه ديال البغان؟ شكون؟ مع الدخل عطاوني واحد البونيه
وربطوني ربطوني فمو يقلبوا البيوت كاملين شتاه من عجب ما داو حتى حاجه لالا ما داو حتى حاجه قلبوا ومشاو بحالهم وخلوني هنا هذا ما يكون غير سعيد خوك هو اللي مولف لها شنو توحلها وحلها خويا سعيد بلاتي عيط للبوليس عيط اخويا عيط بلاتي ما تعيطش للبوليس غادي نعيط لخويا انا وين فك لي هذا الشيء فك اخويا فك واش الا شفتيهم تعقل عليهم انا عاقل على النجوم بانوا لي ملي طلعوني ديك البوليس كي دايرين هاد الناس هادو كي دايرين نقدر نعقل عليهم واخا كان زد بابا نعقل عليهم شي شويه ما كيجاوبنيش الله الله يا ربي نعيط للبوليس الله يا ربي قول لي يا ربي احمد ما كتحس بحتى حاجه ما مهرس ما ضربوا لك راسك ما خصك لا والو الحمد لله ما مهرس ما والو غير هو ضراتني المعده احمد بركه متبوع حيت راه معدك تضرك ديما بركه من الفتوش الو الو شاف عندي شكايه اخرى عمرني شفت شي واحد مقصر من نهار يوم لا شفت حتى حاجه ما فيها تعيب ها غير الدريره كملوا وتجوجوا وخدموا ومشاو بحالاتهم والمدام ديالي عيات انا جوج صغير ما تيبحرت كبير ولكن عقل بال كثير زيدي ايوه سمحوا لي واحد دقيقه خذوا راحتكم وي عبد اللطيف وي خصنا ضروري نتشوفوا اليوم شوف يا خونيطة انت اللي خصك تلقاي الحل ماشي انا كيفاش مشكلتي مشكلتنا لا مشكلتنا بجوج كنقول لك انت المسؤوله انت اللي خصك تلقاي الحل ماشي انا دابا غادي تسمحي لي الله يرضيك سمحي لي الله يهنيك انا عندي العائله ضروري نتشوفوا اليوم ما مساليش سمحي لي الله يهنيك عائله أدوين شو نقول أخويا والله ما شفت شي حاجة أمدرا الدراري واش كاين واخ فين هي مدام خونيطة تتسناك الله واخ وتلقوا ريوسكم الله يرضي عليكم تلقوا ريوسكم الدراري ويلا الطاكسي ديالي أنا هو الدرب وفاء اش كندير أنا هاد الحرام اش بغي ندير هذا ديك الليله كنتي معاه في الطاكسي زعما ما عطاك والو ما شتي والو اقسم بالله خويا ما شفت شي حاجه واخا بلاتي بيه شنو اسمك الله اه شنو اسمك الله وفاء دوك الجوج يطلعوا معاك في الطاكسي الله واش عقلتي اليوم ولا ما عقلتيش دوك اللي خلو الباليزات الله خويا ما عقلت حيت داك النهار كنت مضاربه انا وسعيد ضاربه مع سعيد خاصمه يعني ناري عطاني اخويا تليفوني ماما كتعيط شكون ماما الراود عندنا انا عرفتي شكون الحب هذا عرفتي همينا واي سعيد شنو بغيتو عند السيده حساب ديالكم معايا ماشي معايا خليوها هي في افتقار اش بغيتو عندي واخا ما قلتي عيب شوف
حنا ما طالبين والو، دوك الباليزات غتجيبهم غادي يدي وفاء صينا. ولا ما جبش هاد الباليزات؟ قال لك اللي ما جابهمش. شوف الا ما جبتيهمش راح درنا واحد لا ماشين ديال الرخام. الا بغيتي الا بغيتي بيس ديتاشي ولا بغيتي دامات ولا منقوشه وانت تختار. واخا خويا شوف الله يرحم الوالدين ما تقيسوهاش، هي بغيتو الباليزات غنجيب لكم الباليزات، وريونا عافين نجي عندكم ونجي. دابا هذه هضره ديال المعقول. ملي كنا عندك الباليزات في يديك عطيت الوفاء غادي نجاوبك انايا، وديك الساعه ندير معاك شي بلاصه فين نتلاقى. ولكن هضره ديال الرجال، كلمه ديال الرجال. شوف لما تيقتيش غتمشي للدرب عندنا وسول عليا ولاد الدرب، غادي يقول لك داك خينا راجل ما عمرو ما غدر. سرت ولاد الدربهم ما يغدرهمش، حنت رويجل ان شاء الله. اجي معايا. كنا في الوقت الى عقبيه ويلي نتقول شكون مول الطاكسي حيت هو ولد دربنا وقيل عرف صوتي. ناري الا عرفت اخواني طال مشاكل صح. لا ما تقول لي والو، شي بيني وبينك صافي. بيني وبينك ادوي. وي حميد لا ما تضربوهاش، تهلاو فيها، اعطيوها تاكل، اعطيوها تشرب. لأن الواحد شوية غادي يكون عندنا لي فاليز. ما تاخذوا حتى قرار بلا ما تقولوا عليا، واش فهمتي؟ كاليكيب ماموس. صافي دوم الشفاره الزمره صاحبي، شي لعيبات كانوا عند الدري باش كهز شي حاجه بعلوك باقي كاع ما بغيتو تعيو من هاد اللعب ديال العيل حتى وياه. شوف راه هذاك من صغرو ومني فطمناه هو داير معايا بحال هكا باش كهز شي حاجه بلا ما راه واحد الجبالي زيت كحلين راه كديرهم تما تحت شجره. حجره والزمر الشجره صاحبي وما نعرف ما شتوالو، ترى واحد مزوق حتى غدوخني معاك. معاش يخرج هو معاش راك عارف وقت المدرسه باقي الحال. شوف احمد انا مزوقك، انا وصيتك انا وصيتك. قول قول يجي البعلوك من المدرسه قول لي راك رجع باللي راه بغا نتفاك معاه تيقر. كون هاني صافي كون هاني. حجره شجره حوايج احضر لكم حوايجكم. الله سبحانه الا هو سخركم لهاد الوكاله المباركه، بغى لكم الخير، لان هاد الوكاله كتصيفط الناس للحج على حساب الوكاله ابتغاء لوجه الله. سبحان الله سبحان الله والحمد لله. اسمحوا لي واحد دقيقه. الو للاخواني طه. وي عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نضره لله مازال ما كاين والو. عبد اللطيف انا دغريه عندي نيشال نيشال فهمتي، وانا بغيت اليوم ضروري نفكوا هاد لافير. واخا لالا من بعد واحد جوج دقائق نعاود نتصل بك. بطبيعه الحال كاين الحلول، الحل حلو سيدي ربي سبحانه، غير خذي راحتك لالا خوانيطا تصرفي كيف ما بغيتي. نعم لالا واخا لالا ان شاء الله نتلاقاو في الليل ضروري ضروري لالا نتلاقاو. اه اليوم شحال في هاد الكذوب هاد عبد اللطيف بزاف. على الاقل البيزنس معاه غادي مزيان. غادي مزيان مي في هاد لافير هادي انا شاكه فيه بزاف. هالي سبحان الله هاد خوانيطه اسبانيه وسلمت عليه يدي
وان شاء الله غادي تمشي معكم في هذه الرحله باذن الله. سبحان الله، هنيئا لها. ما تنهضر معاك خالتي، ما تخافي ما والو، بنتك ما طرا ليها حتى شي حاجه. ويلي مال بنتي؟ ما تخافيش ما تخافيش. شوف دابا هي كدوز واحد الكونكور، ياك داك الكونكور كحدهم التليفونات بورطابل باش ما ينقلوش. صافي هادشي اللي كاين. اجي اجي اجي، اش كتدخل تخرج في الهضره؟ ما فهمت والو. شكون شكون من الاخر؟ شكون من الاخر؟ ما تقلقيش. لا ما تقلقيش، هي هربات هربات، قالت لك ما غادي تشوفي كمارتها، ما غادي تشوف كمارتك حتى تتزوج بصعيد. اجي 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 وليدي، اجي وليدي، ما كزربانه بشويه عليك. مزروب مزروب عرفتك مزروب. واسمع وليدي، نقول لك انا واحد جوج كلمات وسديهم معاك. شتي هذيك بنتي؟ قول لها ما تبقيش تجي وطفي التليفون وتهرب كاع. قول هذاك سعيد والله لا تزوجت به. مزيانه؟ واخا انا نشوف. يلا وزيد، شكون باقي كتشوف فيا؟ يلا دردب، يلا زيد يلا. كويس ما خالتي الله يرحمك الوالدي. امي امي كتبكي؟ هيدا نتك اولدي، ما بغاش تعيط لي امي. انا نقولها لك من اليوم. مالك؟ اللي وليت شفار ديال الخلا. ما بغاش تعيط لي امي، صافي سالينا. شو وليت؟ شفار شفار. شنو شفار ديال الشفار؟ شنو امي؟ واش مربينا انت على هادشي؟ مربينا على هادشي. انا عمري نقلب في الطاكسي ندير اي حاجه اللي ندير بنادم ديالو. الطاكسي انا راه كناخذو الروسيطا الكرام، الريال هو الاخر ما كنهزوش منه. البلان ما كنطمعش ليه في الجغمه. غتقولي لي الكلمه هادي كون تقولها شي وحده برانيه؟ واخا ماشي انت. دابا البوليس غيكذب عليك ياك. يلا لقيتي مخرج له قتلوا لي الدنيا، هرسوا لي امي، هرسوا لي داري، هرسوا لي امي. راه تكالما يا عب شويه عليك. واش كاين شي بوليس كيهرس على بنادم لما عندك؟ واش بعقلك ولا شنو؟ واش صفر لي من العالم الله؟ شنو صفر وتقول لي يا وليدي راه تقتلتيني؟ واه البوليس كيدير البوليس هذا؟ لابسين شي كساوي ديال البوليس؟ لابسين شي حاجه؟ لا ينسي فين ما لابسين لا كساوي لا والو. كيدايرين وصيهم ليا؟ اش غنقول لك؟ جوج وليدي جوج، جوج على واحد. اش غنقول لك؟ راه قدك الحيط طهرة وطوناج يخلع على شفتي. والثاني اش غنقول؟ دير بحال المش عيني مارت كديرين مسرقطين. بارك عليك بس تكالمي 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 تكالمي. شوف هادو راه ماشي بوليس، هادو حدي معاهم. هادو باللي دقوا عليك المرة الجاية ما تحليش ليهم، حدي معاهم. واخا يلا ارضي معايا، ادعي معايا، صافي نشرح لك من بعد. يلا بسلامة. صابر الله يرحم والديك. شوف غير تهدن وتكالما وبعد وعاود لي شنو وقع بالتفاصيل المهمه. كما قلت لك الشاف، انا ما زدت ما نقص عليك، داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين. دابا انا خايف على خطيبتي عندهم، ما عرفت غادي يقتلوها ولا يذبحوها ولا يضربوها. انا مزوق فيك الا ما حاول العتقه. لا 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 شوف ما عندك ما تخاف، حنا عارفينهم شنو غيديروا وتلاش غيوصلوا كاع. واخا خويا الله يرحم والدينا، غير هو راه الوقت كيدوز. صافي كون هاني خويا راسك من هذا المشكل. قول لي انت عاقل بالضبط على البلاصه اللي كاينه فيها؟ عاقل الشيء عاقل هي عاقل عاقل 100% عاقل عاقل مزيان. البلاصه فين كاينه نديكم حتى لعندهم. بالضبط بالضبط. رشيد اما الشاف وش جديد داي؟ سير اخا حداد، سير 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 ترمي ديال واحد اخر. اسماعيل تمشي سال البوس وتعطيها لي انا. وفك الله يرحمك الوالد، ما بغيتش حاجه تطلع لخطيبتي. ما عندكش باش تخاف. رشيد مهدي زيون انت بقى معايا. انت خليك هنا. خليك هنا. سير صافي صافي. عمار ولدي
صافي 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 معليش انا فادي ديالي كتدخل الدار كنهزي يديا تصداو وتصالحوا يلا يلا نمشيو يلا عمر عمر صافي ساتني يلا نمشيو اي ساك هاك هاك ساك زير زير يلا صافي وي خوانيتا جيني من الاخر على هادشي اللي درتي راه ديال الدراري الصغار هاد الهضره عليا انا ولا عليك انت ما بغيتش نوصل معاك شي حاجه اخرى اللي ما غاديش نقدروا عليها بجوج هضر على راسك انا قاده بشغلي اذا انت ثقه في راسك معلوم تمشى انا اللي درت اليد مع مول الطاكسي انت اللي جبتي مول الطاكسي شوف عبد اللطيف انا عندي غير كود سول عليا الناس اللي درت معاهم لي زافير ما عمرني ما هضرت شي واحد شوف انا بيزنس از بيزنس سول عليا الناس اللي كان عندهم مشاريع معايا ماشي انت اللي درتي اليد مع مول الطاكسي وماشي انا منين جا شتي لقيتك انت دايره اليد مع مول الطاكسي غادي يكون عندي حساب اخر حتى هذا كلام ولكن الى لقيتك انت اللي داير اليد مع مول الطاكسي اش غديري عبد اللطيف الكلب اللي كينبح راه ما كيعطش حاشاك مازال باينه فيك زوين وغادي تعاون معنا انا ما عنديش الوقت اللي غنضيع معاك قول دوي الشاف راه اللي كاين قلتو ليك راه قال لك الشاف دوي راه اللي كاين قلتو ليكم الشاف وانت قلتي لي نروح معاك دابا انت وقول لي داك الشيء بالتفاصيل الشاف اش نقول لك انا كنتبع الاوامر هادشي اللي كاين اوامر ديال هاد الاوامر ديال خوانيطة ديك الصبليونية هي هي دابا انت مع خوانيطة ماشي مع عبد اللطيف لا مع خوانيطة انا التليفون ديالو كيسوني التليفون ديالو خوانيطة عطيني غتجاوب وديرك بحال ما كاين والو الو وي مدام بخير الحمد لله لا غير مبرزت شي شويه وصافي هادشي اللي كاين صافي كوني هاني كوني هاني اش قالت لك وانت اش قالت لك ليله دايرين هي وعبد اللطيف باش يمشيو للفيلا اليوم ما طلعش هادشي اللي كاين الشافي صافي نوض زيد معايا صحة وراحة يعطيك الصحة اجي حدايا بغيت نهضر معاك تعرف وحشتك قول لي شوف لي في عيني باش نهضر معاك دابا الا ما لقيناش هذاك الطاكسي شنو غادي دير هانية ما كاين حتى شي مشكل اي حاجة من جهتك دوزها تعرف بالله واخا زعما دابا هادشي يقولوا لي كديرو بغيتي تقول لي راك تبغيني بصح بيان سور كنبغيك وكنبغيك بزاف انتيا انا يا خفت لات بشي ما نلقاوش هاد الطاكسي وتصدق معصب معايا عاوتاني الطاكسي واش هادي الساعه ديال الطاكسي وصافي صافي متعصبش عارفك وصافي ما نعاودش نجبد سيدي انا هاد الطاكسي علاش هادشي ما غادي يكون يا خويا سعيد عاوتاني خوك سعيد صافي دابا بلا ما تزيد عاوتاني تعصب انا غنشوف واش نبغى في هادشي هذاك شنو ولا ايه كنهضر معاك لقيتي الطابلات ديالي كنضحكش انا لقيتها لقيتيها فين داكشي ديالي كاين هادشي الباليزات انا باليزات باليزات كحلين ها باليزات كحلين كنت مخبيهم فين خبيتيهم ليا ما عرفتش جات اش بغيتي كدير انا ما عندنا قرايه غدا يلا بيتك واش نصاوب لك شي حاجه تاكلها الله يخلف شبعان ما عنديش منين ندوز كيفاش شبعان ما عنديش منين ندوز واش كتفلى عليا اش اش اي كان اخوك اي انت خويا انا مسوق فيك شوفي راجلك اللي كيعرف شي محامي مزيان ويلا المحامي شنو درتي
ما درت والو ماشي انا لمن ليا ليا واش تبقى تضحك عليا في نص الليل كتفلى عليا سعيد قول لي شنو عندك ما عرفت منين نبدا لك والله ما عرفت منين نبدا يهضر يهضر وتخرج الهضره بوحدها دابا انا اشنو ما غادي في طاكسي شي عصابه واحد شبالي بزاف سعيد شوف لي في عينيا في عينيا وهضر معايا عاود لي كل شيء الحقيقه نقول لك وتيقيني انا مزوق فيك وانا غادي نتيق يهضر دابا انا غادي في الطاكسي ما عليا ما بيا ابو شاف ما بقى لنا والو نساليو هاد لافير وتنساليو بعد عاد فرح ان شاء الله نساليو كل شيء بخير ان شاء الله شويه الصبر كل شيء غادي يدوز مزيان قهرني البرد صافي هيا اختي عليا باش شويه الصبر صاحبي قلنا لي البدا ما كنتحكموش فيه زل 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 عبد اللطيف هذه هي الدار ايه هذيك نصور دير داك الشيء اتفقنا عليه واخا شاف ربيع دير خدمتك واخا صافي خلي ربيع انا غنتكلف كل شيء ربيع رجليك برجلو واخا كون يعني انا يلا سير وتلاقاو بلاصه المعلومه لا دلالة كتغداو عليا شي حاجة إلا ما جابوش لنا شغلنا نخطفو لي ختو إسبيرو أنا لسا ما نخاف يا ربي بشوية 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 كيفاش بشوية ما تخافيش البوز على برا هما كيف راه ربك تقول لي ألو ألو مون كوميسير خاصكم أي لا مع مرتي مع مرتي خاصكم تدخلوا دابا راه كيهرسوا علينا الباب واخا مون كوميسير شكرا 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 ويلي ويلي دابا غادي تدخل لا تدخل البوليس ويلقاهم كيهرسوا الباب خصهم يلقاهم في حاله تلبس واش ما تعرفيش شنو هو القانون تضربني كيفاش شنو هو القانون التلبس خصهم يدخلوا دابا يدخلوا دابا باهي ما تخافيش ما تخافيش راه كل شيء من هذاك خوك سعيد هو اللي درنا هذا الشيء ما عرفتش شكون اللي راجل واش خويا سعيد اللي هبط تحت هز الراوت ولا انت اللي جالس مخبي حدايا هنايا انا اللي راجل انا اللي بقيت مع مرتي كندافع عليها كتدافع عليها باينه فسادا يعني في المدينه والبلاد المدينه كامله من جرائم يعني مخدرات جرائم قتل جرائم تعدى لان هي عصابه منظمه ومسلحه وكنحمد الله انكم خرجتوا من هذه لافير هذه بلا يعني سالمين هذا راه الحمد لله هذا راه واجب الحمد لله باقي قلتي كي سي سعيد هذا واجب وطني وكنعاود نزيد نشكركم على المساعدة القيمة اللي قدمتوا للشرطة الوطنية باش نقدروا نشدوا هذه العصابة وعلى راسكم سي سعيد اللي قدم يعني تعاون خرافي مع الشرطة باش نقدروا نشدوا هذه العصابة هذه كيفك دابا هاد خويا اللي ديما حاكرو لا ما حاكروش انا غنعطيه التاكسي ما حاكروش
سمحوا لنا بزاف. لا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، نتوما سمحوا لينا وشكرا بزاف مع واحد اخر. شكرا. شكرا لكم، مع السلامه. تبارك الله عليك. يلا. شاف انا دابا بحال منكم. ايه مرحبا مرحبا. كيقولوا لي بحال هاد لي زافير تكون فيهم شي كيكون واحد المكافأة ياك؟ مكافأة؟ اه كاينة مكافأة. الله يرحمك. كاين. هذا هو الدوسي ديالك؟ لا 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 بلا ما بقاش باغي. عارفو خان زعق لي. صافي. لا انا مجاوب ما بقاش باغي والو واجب وطني واش الواجب. سير سير سير. واحد بيرمي بيرمي بقى لي تما بيرمي ديالي. بقى واحد لي على داك لا هذه حالة سهلة ماشي مشكل. السي راشد غيتكلف لك وغيوصل لك البيرو ديالك ان شاء الله في الله. شكرا سيدي. الله يرحمك. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. نضر اش درتي مع وفاء؟ خلي داك الجمر راكد. كيفاش خلي داك الجمر راكد؟ وراك عارفه اش كاين. وزعما مازال الوالدين بلديين بحال هكا. علاش زعما كتبغى وتزوج واشنو فيها؟ واش انا كرهت؟ وامها امها قالت لك بغات راجل يكون زوين بحالك، شعر رطب بحالك، طويل بحالك، هكا سيدي قعدو فيلا بحالك. واش ما كتحشمش؟ اسكت انت راه ما كتقالش وقت الطبله. نشكر لك راجل. اي شكرا سيدي الله يرحم الوالدين. هي شنو قالت في هذا الشيء؟ نعم؟ هي شنو قالت في هذا الشيء وفاء؟ وفاء كتموت عليا. ايوا كتبغيني. الكنيمه ديال امها حاطه لنا البيضه في الطاس. اجي علاش ما تهربش معاها؟ ما تهربش معاه انت فيلسوف. كنضحكوا كنضحكوا. شوف العنب هنا من جهتي ومن جهتها ما مفكينش. بارك الله على عنتر. يقول ما مفكينش دير اضراب دير اضراب. ايه هانتم شاهدوا على ولدكم. جات دير عقلك تهلا في خالك. ما تخافش يلا معي. فين غادي معاه؟ شو انا واحد البلاصه زوينه. شنو هي هاد البلاصه؟ يلا يلا. شاهدي على ولدك. يلا وسير. بون ابيت. يلا سبقني. يلا سير سبقني. رد لي البال. اجيك من شي بلان اخر. انت مالك؟ انا وياك غنفطروا بجوج فينا. وي عندك الحق. وحبيبي اجري صاحبي واجري. اجري صاحبي ما تخافش. اش كاين؟ اجري شبعني وصافي. عندك دير لي شي صبيب عاوتاني ولا شي نشبة ولا. يلا عطيني حمار. ها؟ عطيني حمار. جيب لي تاني تقول لي عطيني حمار. عطيني دوما صاح. اجي لنا. اش بغيتي حماري؟ واعطيني حمارك بغيت تعجبك واحد الحاجه زوينه. اما كاين الحمار قد خالك. خود الحمار صافي خودو. يلا حلاتي. شي فخ؟ لا والله ما شي فخ. حل انت؟ حل انت صح. حلف؟ والله ما كاين شي فخ. حلف؟ والله. آمنا بالله. عندك ها؟ المرة الجاية ما تخش تخبي لي الطابلة ديالي. سليع فين؟ الو وفاء شوف ما تقطعش وما تقطعيش ما تقطعيش غنهضر معاك دابا انا شوف ماشي انا واحد برلماني شمن برلماني واحد خينا لاباس عليه شبعان فلوس ما عرفش شنو غادي يجي يخطبك غدا غادي يجي يخطبك غدا شبعان فلوس لا ما تقطع ما مساليش انا ما مساليش انا شي واحد مهم واحد مهم ما مساليش يلا ماماك على خاطرها دابا. واش
وصافي دابا قابل لي انا ونسى ماما ياك. رولا خويا وما تخدمش كونتورا واش تبقى في كلب لي ديال الطاكسي؟ الطاكسي اللي ما غاديش تفرق معاه، غندير اسطول ديال الطاكسيات ونتهلا في الشوافري ونتفوبر معاهم مزيان. سير عندي غير انت ومن غيرك ما بغيت، عندي غير انت وراني بيك تبليت. انا عندي غير انت ومن غيرك ما بغيت، عندي غير انت وراني بيك تبليت. كنت اللوم العشق من اللي نشوفه مغروم، يبات اللي الغفايه سهران ما يجيه نوم. قولوا لي يا مبروك القفز جبها مرضية، قولوا لي يا مبروك والله ما يخيب مول النية. قولوا لي يا مبروك القفز جبها مرضية، قولوا لي يا مبروك والله ما يخيب مول النية. ويا ملي نكون معك هاديك هي الدنيا، قلبي عاشقك غرامك يغلب عليا. حتى انا ملي نكون معك هاديك هي الدنيا، قلبي عاشقك غرامك راه غلب عليا. كنت اللوم العاشق من اللي نشوفه مغروب، ايبات اللي الغفايا سهران ما يجي نوم. قولوا لي يا مغروب القفز جبها مرضية، قولوا لي يا مبروك والله ما يخيب مول النية. قولوا لي يا مبروك القفز جبها مرضية، قولوا لي يا مبروك والله ما يخيب مول النية. عندي غير انتي ومن غيرك ما بغيت، عندي غير انتي وراني بك التبليت. عندي